كثيرة مرة، لأنه وصل إلى درجة العلم أعلى العلماء، صار شيخ العلماء، وصار الناس يأتون إليه من كل مكان، من شرق الأرض ومن غربها. ثم بعد ذلك وجد نفسه عالم، ولكنه يحتاج إلى من يعلمه. هذا العلم الذي يبحث عنه لا يجده في الكتب، لأن كل الكتب قرأها، والآن يبحث عن علم آخر الذي هو ثمرة العلوم كلها، وهي حسن المعاملة مع الله عز وجل. فخرج من بغداد يبحث له عن طبيب، لأنه شعر بنفسه هو طبيب يداوي الناس، ولكن في الحقيقة هو يحتاج إلى من يداويه، كما يقول المثل العربي: طبيب يداوي الناس وهو عليل. إلى أن من الله عليه فوجد عالما عارفا بالله، وجد الذي يبحث عنه. بعد أن خرج يبحث في الشام، في بلاد الحجاز، في بلاد الحرمين، ومكث فترة ليست بالقليلة، فوجد العالم الرباني العارف بالله الذي يبحث عنه ويحتاج إليه، فمكث عنده وصحبه ولازمه وتأدب به حتى نور الله قلبه، فأصبح هذا الإمام الغزالي غير الإمام الذي كان في أول أمره. عندما عاد، عاد إلى الناس وإذا به هو ذلك العالم الفقيه العلامة المفسر العظيم، ولكن أصبح لكلامه حلاوة، له نورانية يدخل إلى القلوب ويغير هذه القلوب ويحرك هذه القلوب. أصبح هذا العلم فيه مدد إلهي يمضي في قلوب عباد الله الصادقين. لهذا عندما يكتب الإمام الغزالي منهاج العابدين في آخر حياته وفي آخر كتبه، فهذا يعني أنه ليس كتاب عالم فقط، إنما هي تجربة عالم صادق صالح سار في طريقه إلى الله عز وجل، ووصل إلى المعرفة التي هي منتهى العبودية لله عز وجل. العبادة، قال الإمام الغزالي، هي ثمرة العلم وفائدة العمر. الناس يظنون أن العلم ثمرة العبادة، والإمام الغزالي من أول كلمة يقول العبادة ثمرة العلم، لأن العلم الصحيح يولد عملا صحيحا، العلم الصحيح يولد عملا صحيحا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه يصلي ركعتين صحيحة خير من عشرات الركعات من عابد لا يعرف كيف يصلي بين يدي ربه. هذا فضل العالم على العابد. العلم الصحيح يولد عبادة صحيحة. وإذا وجدنا عالم لكن بلا عبادة، فاعلموا أن في علمه خللا. العلم الذي أخذه صحيح لكن نيته في هذا العلم فيها خلل، لأنه لو كان عالما صادقا صالحا لأثمر بالعبادة. لماذا العوام الجهلة يتعبدون الله والعالم ينام ليله بدون سبب؟ لا، العلم الصحيح يولد عبادة. اعلموا، قال الإمام الغزالي، اعلموا أن العبادة ثمرة العلم، وهذه العبادة هي بضاعة الأولياء. ما عندنا ولي يعني نايم ليله وقضى حياته بالضحك واللعب. حياة الأولياء العبادة،
عبادة بمختلف أنواع العبادة، بدءاً بالنية في القلب الصالح وانتهاءً بالشهادة في سبيل الله. إذن العبادة بضاعة الأولياء. هناك تلازم بين العبادة وبين الولاية، هناك تلازم بين العلم وبين العبادة. هذا دين صحيح لا يقبل غلط، إذا وجدنا أي غلط في أي مكان لازم نحن نعرف أنه هنا خلل. مثل الطبيب، الطبيب عندما يعمل تشيك للجسم فحص كامل، وعندما يوجد خلل في هذا الجسم، أمامه إنسان ما في مشكلة، لكن التقرير يقول يوجد خلل هنا، خلاص لازم يعرف يوجد خلل في هذا، لابد يوجد مرض، وإلا من أين جاء هذا؟ هذا من أين جاء؟ هذا قانون. العبادة ثمرة العلم، والعبادة بضاعة الأولياء. ما يمكن أن يأتي إلينا من يضحك علينا فيتصدر للولاية بلا علم، أو للعلم بلا عبادة، هذا لا يمكن. هذه حلقات مرتبطة واحدة بالأخرى. لماذا ارتبطت هذه الحلقات؟ لأنه صراط مستقيم لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، ما يقبل رب العالمين غير ذي عوج، صراط مستقيم. لماذا صراط مستقيم؟ ليس فقط لنفسك، لكي يعرف الناس الحق من الباطل، ما يأتي أحد يضحك على أحد. الحلال بين والحرام بين. يقول الإمام الغزالي: لا تظنوا أن طريق العبادة طريق سهل، كما يقول دائما مشايخنا، شيخنا يقول: لا تظنوا طريق الجنة مفروش بالورود، بل طريق الجنة مليء بالأشواك، لأن الجنة غالية نفيسة، ولذلك كان ثمنها أيضا غالي. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قوله: الجنة حفت بالمكاره، أي لا يستطيع كل أحد يدخل الجنة بسهولة، هناك طريق فيه مكاره، فيه صعوبات وفيه موانع وفيه طريق ليس بالسهل. قال عليه الصلاة والسلام: وإن النار حفت بالشهوات. طريق النار سهل، طريق النار سهل عكس طريق الجنة، طريق الجنة صعب، لكن في الأخير هو سهل جدا، أصحاب الجنة هم الفائزون. طريق النار سهل ولكن في الأخير صعب جدا، أصحاب النار هم الخاسرون. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الجنة حزن بربوة، ألا وإن النار سهل بشهوة. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام. حزن يعني الطريق وعر، طريق غير جيد، بربوة يعني مرتفع، الجنة لا تصلها بشيء سهل، طريقها متعرج، فيه مطبات وفيه مصاعب، وهو أيضا ليس بالسهل، مرتفع، بينما طريق النار سهل وبشهوة. قل الإمام الغزالي رحمه الله: مع أن طريق الجنة ليس سهلا لكن أيضا، وطريق النار سهل، لكن طبيعة الإنسان أنه عمره قصير، مشاغل كثيرة، أعمال فيها تقصير، أجل قريب، السفر إلى الآخرة بعيد، والناقد بصير، أي إن الله سبحانه وتعالى بصير بما تعملون. يقول الإمام الغزالي: من فاز بالعبادة
فقد حاز السعادة، ومن خسر العبادة كان مع الخاسرين. ولذلك بسبب هذا الذي تقدم لكم من وصف طريق الجنة وطريق النار، قل عز يعني قل سالكوا طريق أهل الجنة وكثر سالكوا طريق أهل النار، سبحان الله. ولهذا قال بعد ذلك، بعد هذه المقدمة ذكر الإمام الغزالي أسباب تأليف الكتاب، فقال: فصنفنا في قطع هذه الطريق وسلوكها كتباً كأحياء علوم الدين والقربة إلى الله عز وجل وغير ذلك، واحتوت على دقائق من العلوم. قال: لأجل هذا الأمر نحن صنفنا كتاب أحياء علوم الدين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل العالم أو الصالح أو العابد أو الولي، ورأيتم آثار العبادة عليه، فاعلموا أن هذا مع همته ومجاهدته لنفسه، اعلموا أن هذا أيضاً بنور من الله عز وجل، نور قذفه الله في قلبه وشرح صدره حتى استطاع هذا العبد أن يكون ممن يقف بين يدي حضرة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح. فقيل: يا رسول الله، هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، التجافي عن دار الغرور، البعد عن هذه الدنيا، عن أطماعها وشهواتها، والإنابة إلى دار الخلود، الرجوع إلى الله صلى الله عليه إلى الله، والطمع بما عند الله. هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال: والاستعداد للموت قبل الموت، يعني ملاقاة الله عز وجل، الاستعداد للموت قبل نزول الموت، هذا علامة نورانية القلب، هذا علامة أن الله نور قلب هذا العبد وشرح صدره في ثلاثة أشياء: زهد في الدنيا، وإقبال على الآخرة، واستعداد للموت قبل مجيء الموت. يحكى عن أحد الصالحين أنه وعظ نفسه، عادة الإنسان يعظ غيره، لكن هذا الرجل الصالح العاقل المبارك وعظ نفسه. قال: غمضت عيني، هو يقول، وتخيلت كأني في الجنة أأكل من ثمارها وأشرب من مائها وأتمتع بما فيها من نعيم، حور عين إلى آخره. قال: ثم فتحت عيني وأنا في الدنيا. قال: ثم أغمضت عيني وتخيلت كأن زبانية جهنم، الملائكة الغلاظ الشداد السود المخيفة، قد جاءت إلي تأخذني إلى النار وقذفوني في النار، أتعذب بنارها، أشرب من صديدها وقيحها، وأحترق بها، وأصرخ وأقول: ربي 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 أرجعوني لعلي أعمل صالحا، أرجعني يا ربي للدنيا، والله يا ربي إن أرجعتني للدنيا سأعمل صالحا، يا ربي تبت إليك، يا ربي بعد هذا الذي رأيت من العذاب لا أعصيك أبدا، أعطني عمر جديد، أحيني، رد روحي إلي، أرجعني إلى الدنيا كي أعمل صالحا، أتوب توبة نصوحة، لن أعصيك بعد اليوم. يقول: ثم فتحت عيني وإذا أنا في الدنيا، قلتها يا هذا قد استجاب الله لك، قد ردك الله إلى الدنيا، يلا خلاص
اعمل صالحا أنت في الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. خذ اللهم بأيدينا إلى مراضيك واجعل مستقبل حالنا والمسلمين خيرا من ماضيه. يا ربي ارزقنا محبتك ومحبة من يحبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ. آت اللهم أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اقذف يا رب في قلوبنا نورا تجعلنا فيه من عبادك العابدين الصالحين المتأدبين الخاشعين الخاضعين الراكعين الساجدين القانتين القائمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اجزي اللهم مشايخنا خير الجزاء واغفر اللهم لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وصلي على نبيك الكريم ورسولك العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.